بوشكل العويص وهو المارشي فاش كنبيعوا الحوت. حنا راه تنبيعوا الحوت في الكوري، وراه عينا ما نغودوا هاد القضيه، راه حنا كنبيعوا الحوت في الكوري والله الا كوري. ما غير هادشي حنا تندويو على هاد البنيه التحتيه اللي تنشوفوها نتاع السوق، وكل مره تنجيوها الغيس في كل مره ما كاينش لي كانيفو. انا بغيت نعرف المجلس البلدي واش الرئيس ديالنا ما تيجيش المجلس هنايا، واش ما تيجيش يشري الحوت ولا تيجي ليه من اوروبا. حنا تنوجهوا الان الحكومه المغربيه، شنو بغيتي من هاد زيادات الاسعار في كل شيء؟ يعني ما كناش نتصوروا ان الاسعار توصل هكذا، والحكومه ديالنا ساكته، والنواب ديالنا ساكتين، والفاعلين الجمعويين ساكتين، والنقابات ساكتين. ما عرفتش شنو تتسناو من هاد الشعب. وكنقول النقابه تسدوا، تنقول الجمعيين سدوا، تنقول الاحزاب السياسيه سدوا. كما كتلاحظوا الخميسات ما فيهاش قاعده، ما فيهاش بنيه ديال الوظيفه اللي غتوظف الشباب الى اخره. الناس تيجيو للسوق وتيرجعوا خاويا، ما كاينش امكانيات باش شويه ديال الموظفين اللي محركين المارشي ديال الخميسات. يعني هذا هو ناخذوا. حنا عايشين في هذا المارشي واحد الحاله مزريه جدا. نظرا جلسنا مؤخرا رئيس المجلس البلدي مشكورا في هذه الايام الاخيره، وعدنا حتى هو نطلبوا الله يعطيني كل خير. بغينا هذا المارشي يتصلح، ما تنطلبوا حتى حاجه، ما بغينا لا يتهدم لا يريب لا والو، بغينا غير يتصلح، يدير واحد الميزانيه بسيطه ويصلحوه، وحنا غنعاونوا حتى حنا من حتى الجمعيه غتعاون. وتنتمنى هو عطانا كلمه دابا، عطانا وعد، واني هو الوعد قال الا بغيتنا المارشي يصلحوا خص دوك الكاميونات يتحيدوا من تماك. هذوك الكاميونات خصهم يتحيدوا من تماك، هي في الحق خص هو يدير مراسله للاخوان السيد الباشا والسيد العامل والقيده ديال المقاطعه الرابعه، هما والاخوان الامن هما اللي غيدخلوا باش يحيدوا دوك الناس من تماك. ان دوك الناس تماك كاين بعض الناس كيشريو طوموبيل ديال 2 مليون جوج، دوك الترافيكات القدام كيمشيو للمهديه وكيبقى يجيبوا الحوت كل الماء كيقطر. راه الا مشيتو دابا شتو تماك هذوك هما اللي خالقين المشكل. السلام عليكم، مبروك على بشركم اخويا. حنا صلحنا هاد المحلات بحال هكا في المارشي كما كتشوفوا، الناس يدخلوا المارشي نقي. الناس ديال هاد المارشي هذا ما البيع والشراء هنا، حتى واحد ما بغى يتحرك، حتى واحد ما بغى يصلح. كما كتشوفوا انتم الروينه في المارشي، كنا دو الناس كاملين نديروا بحال هاد الاصلاح، نقدروا نخدموا يوميا في المارشي. هنا في المارشي يخدموا يوميا، كنا دو يصلحوا المحلات ديالهم بحال هكا. هما الناس بعد الناس ديال الحوانت هنا البيع والشراء عجبهم هاد، كيتسناو قال لك البلد ديال تصلح لهم المارشي. البلد ديال ما عمرها ما غتصلح لك، واش الناس كارين المحل ب 25000 فرانك للشهر ويتسناو البلد ديال تصلح لهم؟ هادشي لا يعقل.
شكرا. اصلاح صلحت المحل ديالي الراسي، تقام شي 12000 درهم. بالنسبه للاثمنه ديال الاسماء دابا راه شويه الاسماء مرتفعه، بالنسبه للميرنا 60 درهم، 170 درهم، كروفيت 90 درهم، السردي 300، بارجو 30 درهم، الرايه 40 درهم. ودابا السوق واحد 15 يوم الاولى في رمضان السوق كيبقى يرجع كيهبط، تهبط الاثمنه من تحت. وشكرا. عثمان المهدي بائع السمك في سوق بلدي بمدينه الخميسات. بالنسبه للاسماك اللي غاليه بزاف هي بحال الكروبيط، بحال الكوربين، بحال الصول، هادو هما الاسماك اللي مرتفعه شويه، الصنور، الفرخ، هادو هما الاسماك اللي مرتفعه. بالنسبه للسردي راه الثمن كاين كيبدا من 10 درهم حتى ل 20 درهم على حسب استطاعه الانسان. السردي راه كيبدا من 10 درهم حتى ل 20 درهم حسب المنطقه. كاين السردين ديال الجنوب، كاين ديال القنيطره، كاين دعريش، السردين كيختلف راه حتى في المدن الكبار كيبدا من 10 درهم حتى ل 20 درهم. من الدار البيضاء من المرسى ديال الهراويين، السوق المرسى تما السوق طالع هاد الايامات هادي البدايه ديال رمضان، والسلعه غاليه، السلعه غاليه على حساب الترونسبور. هادشي كتهضر معاهم تيهضروا معاك باللغه ديال الترونسبور. والاسباب هي هادشي ديال المحروقات، غازوال الدرجه الاولى، وراه كترفعوا ثاني في المارشي في مدينه كبيره في الدار البيضاء، راه كاين الحوت كيدوز على اربعه ديال الناس عاد كيوصل التاجر الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتواجهوا في السوق البلدي بمدينه الخميسات السمك. الاسماك جوده مزيانه، وبعض الناس تيقول لك الجوده غاليه، ما غالي حتى حاجه، ماشي الانواع اللي غاليين بحال الكوربين، بحال الفرخ، الصول، ميرنا 60 درهم، سردي 300000 فرانك، هادشي اللي كاين. و تنهضروا على المارشي ديال السوق البلدي زعما من ناحيه النظافه اللي ما كايناش وصافي، هما الحوت كاين مزيان، اللي تيتباع في الرباط تيتباع في القنيطره تيتباع حتى في خميسات، هادشي اللي كاين. النداء ديالكم مسؤولين الاصلاح؟ ايوا جاو عطاونا الاصلاح، الساعه وعود كاذبه، ما كاين حتى شي حاجه ديال الاصلاح، هادشي اللي كاين. صحاب الصرو، صحاب الشينيه، ميرنا، الصور، كرامات، حط تراوح، حط تراوح، حط الجوده، اسماك اسماك. عبدوت عبد العزيز بائع السمك السوق البلدي الخميسات. الاسعار شنو نقول لكم، الحوت شي طالع شي هابط، بالنسبه للسردي كاين ديال 300، كاين ديال 160، كاين ديال 400، مينا كاينه 60 درهم، كاينه 50 درهم على حساب السمك. المهم السمك راه هذا العام الحمد لله ماشي ما طارش بحال العام فايت. المشكل اللي لقيناه هو دابا الناس تيقول لك حنا غنديو الحوت والزيت غاليه باش نقليو هذا الحوت، هذا هو المشكل اللي كاين. والمشكل العويص هو المارشي فاش كنبيعوا الحوت. حنا راه تنبيعوا الحوت في الكوري، وراه عينا ما نغوتوا هذه القضيه، راه حنا كنبيعوا الحوت في الكوري، والله الا كوري، هذا راه ماشي مارشي هذا. هاد الناس المسؤولين ديال هذه البلاد هذه راه خصهم يراعيوا هذه البلاد، هذا راه كوري هذا، ماشي مارشي، راه كنكررها وعاد نكررها، هذا راه ماشي مارشي، كوري. ما صالحش كاع البيع ديال السمك هذا بعدا. جاو كيوعدونا غنصلحوا المارشي غالوعود الكاذبه، هادشي راه سنين هادشي كيوعدونا بلي غنصلحوا المارشي، غنصلحوا المارشي، والمارشي ما عمره غيتصلح كيبقى حتى نموتوا فيه. انا اللي كنهضر معكم في الدقه بهذا المارشي هذا، المارشي خانز 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 بمعنى كلمه، الحوت فيه زوين ولكن المارشي خانز. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. شكرا للصحافه المحليه ديال الخميسات، كنشكرهم على هذه المواكبه اليوميه للمعيش ديال المواطن ديال الخميسات. كما لاحظتوا الاسعار هنا في الخميسات ديال الحوت اسعار ملتهبه، و يعني الطاقه الشرائيه والطاقه ديال المواطن الخميسات يعني ما غيقدرش يستوعب هذا الغلاء اللي كاين، اللي هو غلاء فاحش وغلاء يعني مستشري في هذا المجتمع ديالنا وفي العالم كامل، اللي الظروف ديالو باينه يعني غلاء المازوط والغازوال الى اخره. هادو هما الاسباب اللي كاينه، وكما كتلاحظوا الخميسات ما فيهاش قاعده، ما فيهاش بنيه ديال الوظيفه اللي غتوظف الشباب الى اخره. الناس تيجيو للسوق وتيرجعوا خاويين، ما كاينش امكانيات باش شويه ديال الموظفين اللي محركين المارشي ديال الخميسات، يعني هذا هو الاشكال اللي كاين. يعني وتنطلبوا السلطات وتنطلبوا المسؤولين والقائمين على هذا الشان المحلي والشان الاقتصادي باش يدعموا طبقه لهشه اللي هي بكل صراحه مسحوقه، ما بقاتش عندها ذاك
داك القدره الشرائيه الانسان ولا غير كيتقطع ولا كيدبز مع المعيش اليومي باش على الاقل يبقى عايش. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا كان صدفة بصراحة جيت لسوق الخميسات، أنا ما جيتش تقريبا عام، تقريبا واحد 3 شهور 4 شهور ما خديتش الحوت. علاش؟ لأن الأثمنة غالية جدا، الأثمنة غالية جدا، وحنا تلتزموا من المقاطعة من تيكون الثمن غالي جدا. ما يمكنش لي حنا في المغرب عندنا 3500 كيلومتر الحوت، تنجي اليوم للحوت تنسول بالنسبه لي حوت جيد اللي غادي يستهل كل انسان واللي عنده الكادو. وانا خدمت ديجا في شركه الحوت اللي هي ماشي افاغيي، القاوه ب 400 ريال، والحوت اللي هو طايب وهاري وهذه 3 ايام 4 ايام هو تيدور في السوق داير 260. كيف يعقل ان الحوت ديال المغرب تيتباع في اوروبا ب 5 دراهم وحنا هنايا في المغرب تنشريوه ب 20 درهم؟ هذا الشيء انا تندوي على السردين، اما الا مشيت ندوي على واحد مثلا غادي ندوي على الكروفيت، انا يمكن هذه عامين ولا 3 سنين ما ذقتوش، يعني هذا النهار انا قديت نوفر بعد 3 سنين و4 سنين واحتمال باش ناخذوا ندوقوا، لان 3 سنين و4 سنين حنا ما خديناه. حنا تنوجهوا الان الحكومه المغربيه، شنو بغيتي من هذه الزيادات الاسعار في كل شيء؟ حنا عارفين بان البائع هو تيزيد نظرا لانه تينقل حتى هو المارشونديز ديالو من مدينه لمدينه، يعني من تيجيب من الدار البيضاء الى شراه ب 160 من الدار البيضاء يجي يبيع ب 300 و400، لان اصلا المازوت غالي في اسعار ملتهبه جدا. يعني ما كناش نتصوروا ان الاسعار توصل هكذا، والحكومه ديالنا ساكته والنواب ديالنا ساكتين والفاعلين الجمعويين ساكتين والنقابات ساكتين. ما عرفتش شنو تتسناو من هذا الشعب. وكنقول النقابه سدوا، تنقول الجمعيين سدوا، تنقول الاحزاب السياسيه سدوا، وخليونا مع الاسعار الملتهبه من اجل تفقير المواطن المغربي بصراحه. من غير هذا الشيء حنا تندويو على هذه البنيه التحتيه اللي تنشوفوها نتاع السوق، وكل مره تنجيوها الغيث في كل مره ما كاينش لي كانيفو. انا بغيت نعرف المجلس البلدي، واش الرئيس ديالنا ما تيجيش للمجلس هنايا؟ واش ما تيجيش يشري الحوت ولا تيجي ليه من اوروبا؟ الا كان ولد الخميسات يجي هنايا ويحط رجليه هنا، راه خصو يدير لي كانيفو. الثمن تيقهرك والوضعيه الارض، يعني البنيه التحتيه تتقهرك. ما عرفت واش حنا مواطنين من الدرجه الثالثه؟ الا مشينا للصحراء شحال تيتباع الحوت؟ تقول لي منطقه قريبه، ولكن لا ديفيرونس ما بين باش كيشريو الصحراوة ما بين تنشريو حنايا كاين ان غروند زياده كبيره كبيره، يعني سي فلاغون والله الا حشومه هادشي اللي تيدار. بنيه تحتيه متهالكه، وحنا تنشوفوا حتى النواب ديالنا فينا هما، الفاعلين الجمعويين ديال الخميسات فينا هما؟ ساكتين. اجيو ناضلوا على هاد الحفره هاد اللي حنا جالسين فيها. شنو نقول لك حتى هما المواطنين تيساهموا في هادشي بالسكوت ديالهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو نقول سي فوق القياس اللي كنتصور. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم، معكم العلوي عبد الكريم رئيس الجمعيه ديال السوق البلدي بالخميسات. حنا اليوم ماشي اول مره تندوزو من هذا المنبر، فتنادزنا وعاودزنا مشكورين المراسلين ديالنا الله يحفظهم. بالنسبه للمارشي جيتو هذه واحد 3 سنين والعام فايت، وهذه 3 سنين نتوما تجيو تلقاو نفس الحاله وبالعكس تتزاد. جلسنا مع المسؤولين بزاف، المسؤولين السابقين والحاليين ديما تنواخذوا الوعود، مازال حتى دابا تناخذوا. حنا عايشين في هذا المارشي واحد الحاله مزريه جدا. نظرا جلسنا مؤخرا رئيس المجلس البلدي مشكورا في هذه الايام الاخيره، وعدنا حتى هو ونطلبوا الله يعطيني كل خير. بالنسبه للمسؤولين الاخرين مازال ما كاين حتى حاجه. السيد العامل جا عندنا دي 4 سنين وعدنا على ان غادي يكون الاصلاح في هذاك 4 سنين، قالنا على شهر 11، مازال ما كاين حتى حاجه، ما عرفناش علاش. بصراحه هذا مرفق مهم، تي راك شي شحال ديال الناس اللي عايشه من هذا المرفق، ولاني ما كاين حتى شي التفاته، ما كاين لا اصلاح لا بديره لا والو. الجمعيه تدير واحد المهام بسيط بيناتنا، تنحاول ما امكن نطفو، تنحاول ما امكن نصلحو. كاين الناس اللي بدات تصلح وانت ياسات، تصلح وانت من راسها، وانا بغينا اصلاح جماعي باش يكون واحد الرونق لهذا المرفق اللي هو تيمثل خميسات. هذا المرفق راه تيمثل خميسات، راه الانسان اللي جا لخميسات تيقلب على الحوت تيجي لهذا المارشي، اللي بغى ياكل تيجي لهذا المارشي. هذا المارشي هذا راه هاز 500 واحد، ملي تتهضر على 500 واحد تتهضر على 500 عائله.
هاد 500 عائله راه تعيش مباشر في هاد من هاد المرفق هذا. هاد المرفق لا تصلح غادي يزيد نخدموا. دابا حنا بالنسبه للحوادث تخدموا يومين في السيمانه، ان فوا يتصلح ويتقاد ويرجع للمارشي تليق بالمقام ديال الساكنه ديال هاد الزمور اللي مازال ما تنصفاتش وديال التجار ديال هاد المرفق. تنطلب وطلبت وعاود طلبت، دابا بقينا غير حنا راه وقيلا بسنا على هاد الناس هذوك كثرنا من المطالب ديالنا، بغينا هاد المارشي يتصلح. ما تنطلبوا حتى حاجه، ما بغينا لا يتهدم لا يريب لا والو، بغينا غير يتصلح. يدير واحد الميزانيه بسيطه ويصلحوه وحنا غنعاونوا، حتى حنا من حتى الجمعيه غتعاون، ما كاين مشكل. حنا عارفين الظروف باش يمر بها المغرب والازمه اللي عايشه والجفاف وهادشي، حتى حنايا كتجار غيعاونوا شويه المسؤولين. وتنطلبوا من رئيس الحمد لله تيبان واحد شي شويه ديال العمل ديالو السي ميسور، تنطلبوا يلتفت لنا نظرا دوزوا رؤساء اخرين وكل موعدونا وكل ما كاين حتى حاجه. بغينا دابا هاد السيد هادي يلتفت لنا حنايا، راه حنا واحد الشريحه واسعه وشريحه اللي فقيره، راه الناس هنا راه فقراء، كاين اللي ما خدمش ما ياكلش. لهذا تنطلبوا المسؤولين ولا راسهم عامل صاحب الجلاله اللي وعدنا ومازال دابا تنتسناو الوعد ديالو ينفذوا. وهذا الرئيس اللي جا جديد نطلبوا الله يشوف من حال هذا المرفق هذا. وتنشكركم وشكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بوفتي مصطفى تاجر في السوق البلدي، امين العام ديال الجمعيه ديال التجار السوق البلدي. تلتفتوا من السيد عامل صاحب الجلاله اللي فات زارنا هنايا وعطانا واحد الوعد بان اصلاح المارشي، كنتمناو باش يوفي بالوعد ديالو ويشوف الجهات المسؤوله كالمجلس الاقليمي والرئيس المجلس البلدي حاليا اللي هو اخ حسن ميسور، اللي هو زرناه قبل اخوان الجمعيه زرناه قبل رمضان وجلسنا معاه. والتفاته اللي اكتشفنا فيه اخوان الجمعيه هو باش هضرنا معاه، ما كيهضرش كرئيس بوحده، هو قال كان راكو حنا هنا، كان هو والسي احمد بلغازي وكان الاخ مصطفى النوحي وكان سعيد المنصوري مع ديك تقريبا ديك 3:30 ديال العشيه باش تيهضر معنا. تيقول ماشي غير انا رئيس، حنا الاخوان هنا كل راسه كناخذوا قرار واحد. وهو في الحقيقه هو النيه ديالو حسنه، والاخ حسن ميسور خدمت معاه انا في الاتليتيزم، كان رئيس ديال العاب القوى في حقك عند رجل ديال الكلمه. وتنتمنى هو عطانا كلمه دابا وعطانا وعد، واني هو الوعد قال الا بغيت لنا المارشي يصلحوا خص دوك الكاميونات يتحيدوا من تماك. هذوك الكاميونات خصهم يتحيدوا من تماك، هي في الحقيقه خصو يدير مراسله للاخوان السيد الباشا والسيد العامل والقيده ديال المقاطعه الرابعه، هما والاخوان الامن هما اللي غيدخلوا باش يحيدوا دوك الناس من تماك. ان دوك الناس تما كاين بعض الناس كيشريوا طوموبيل ديال 2 مليون جوج ونص، دوك الترافيكات القدام كيمشيو للمهديه وكيبقى يجيبوا الحوت كل الماء كيقطر. راه الا مشيتو دابا شتو تما هذوك هما اللي خالقين المشكل ديال الماء كيبقى مقل تماك. واخا هاد الشركه النظافه الان الحاليه اللي كاينه دابا هي كيجيو 3 ايام في السيمانه وكيسيقوا بالماء الجناوب ديال المارشي، وين كيبقاو غدا عاوتاني كيرجع داك الشيء. هو هذاك المشكل اللي هو باش يتحيد داك تاع العفن من المارشي، هو خص دوك الكاميونات كلهم يطلعوا للبطوار. اللي عنده كاميو صالح باش غادي يهز ينقل السمك راه غيهزو، اللي ما عندوش راه غيمشي فحالو تماك. غيبان الانسان اللي عنده راه ممكن غينقل الحوت ينقل، اللي ما عندوش راه ما عندوش حق باش ينقل. كنتمناو من السيد العامل يدخل في اقرب وقت ويجي في الصباح بنهار الاربعاء والسبت ينوض باش كيصلي الفجر ويجي ويشوف بعينيه باش يشوف الضرر اللي كيعيشوها التجار هادو واللي كيعيشوه السكان. الا تحيدوا الكاميونات من هنا من المارشي من الجانب ديال المارشي، الكاميونات ودوك الطوموبيلات اللي ما عندهمش حتى الحوانت هنا وكيجيو كيحطوا فوق 20 طوموبيل ولا 15 طوموبيل، غالي شرا شي ترافيك كيجيو كيحط لنا الحوت وكيعفن ديك البلاصه. وكنتمناو الرئيس القديم في الحقيقه الاخ بالفيل علاش كان كيتهدد على المارشي، هنا اكتشفت شي حاجه من مور الانتخابات بان هو راه مصايب باش يعرفوا حتى الساكنه الخميسات كاملين. هو مر المقهى ديالو البومبه ديالو راه صوب البلون باش غيدير عماره تماك وغيدير اوتيل. هذا هو الهدف اللي اكتشفنا مور الحمله الانتخابيه. اما دابا حاليا في هذا الرئيس الجديد اكتشفنا شي حوايج ديال الرئيس حميد بالفيل. الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اساس البارك بدر، انا محب ديال الكره وبزاف ديال الحوايج وخدام في هذا الطريق هذه، والمعيشه من هنا كنجيب طرف الخبز من هنا. وحنا بغينا الاصلاح المارشي، اصلاح مزيان يكون اصلاح مزيان، وهذه النداء المجلس البلدي يصلحوا لنا هذا المارشي هنا فين كناكلوا طرف الخبز وبزاف د الحوايج.
كنطلبهم، وشكرا للناس كاملين.